الله أكبر الله أكبر نحن طلعنا اليوم مدينة خان شيخون لنثبت للعالم انه نحن مستمرين بثورتنا رغم كل شيء صار فينا من الاف الشهداء والجرحى والمعتقلين بل مئات الالاف، ومنشان نذكر العالم انه نحن اساتنا في الثورة ما مندير على الهدن اللي صارت والحكي الفاضي اللي صار والتقسيم اللي جايين عليه لا سمح الله. والتذكير الاخير انه نحن لحد الان مجزرة الكيماوي ما نسيناها وما رح ننساها، ولحد الان المجرم اللي عمل المجزرة طليق حر طليق وما حدا قال له ايش عم تسوي. فنتمنى من العالم بس يتحركوا ويحاسبوا على الجريمة هاي، ما بدنا باقي الجرائم بس. الشعب يريد إسقاط النظام. الله أكبر.